السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحات؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. شكرا لكم بزاف 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 كاع الاصدقاء ديالي وخوتي وحبابي، يعني كلكم راكم عزاز وغاليين. كنشكركم على السؤال ديالكم، يعني ديما كتسولوا فيا، والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم، والله يجعل صدر ربي يعني تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم خرجت شويه مع العائله ديالي، قلت نبدل شويه الجو بعد هذا. المهم استرحنا شويه، بعد ما استرحت شويه خرجنا لاكادير. اكادير مدينه رائعه، المهم تبارك الله راه اكادير فيه ما يتشاف. درت شويه انا والوليدات ومشينا في الصباح، مشينا شويه تسالينا شويه، مشينا لواحد البلاصه زوينه في طلبرج. طلبرج واحد من الاحياء الجميله باكادير، المهم تبارك الله اكادير مدينه سياحيه وعطا الله ما يتشاف فيها. مشينا لواحد المقهى كيقولوا لي كراميل، سميتو كراميل معروف معروف. دابا ان شاء الله غادي نمشي معكم نوريكم فين كاين، فين كاين هذا المقهى هذا. مشينا انا والعائله ديالي، فطرنا تما، دوزنا واحد الوقت اللي هو زوين بزاف بزاف بزاف. خليكم معايا وفرجه ممتعه، ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله يا ربي. تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ أراها المغرب الفاتن، فيه الحب والخطر. المغرب الساحر فيه الليل والوتر، أراها المغرب الساحر فيه الليل والوتر. أشمس أم قمر؟ يسألني أم سحر؟ أراها المغرب الفاتن، فيه الحب والخطر، أراها المغرب المعشوق، إن المغرب القدر، أراها المغرب الفاتن، فيه الحب والخطر، أراها المغرب المعشوق، إن المغرب القدر، أراها المغرب الساحر، فيه الليل والوتر. المغرب المعشوق، إن المغرب القدر، أراها المغرب المعشوق، إن المغرب القدر. أشمس وراح القلب يسألني أم سحر؟ فقط على exclusiveNow.com. تحير عندها النظر، أشمس
احنا دابا وصلنا وغادي نديكم معايا نكتشفوا هاد البلاصه هادي. غيكونوا بزاف ديال العائلات اللي ساكنين في كادير كيجيو لهنايا. الصراحه زوينه، بلاصه نقيه وزوينه اللي بيجي يفطر. الصراحه عجبتني انايا، ويا الله معايا باش نكتشف هاد البلاصه هادي. اراها المغرب الفاتن فيه الحب وال احنا دابا وصلنا لمقهى كراميل. بالجانب ديالو كاين مقهى فينيسيا وسيتي كلوب وحده اسواق السلام. دابا يلا معنا ان شاء الله غادي نطلبوا الفطور وغادي نشاركوا معكم. اشمس ام قمر يسالني ام سحر. احنا دابا خدينا المنيو وغادي ناخذ دابا كل واحد واش غادي ياخذ. كان عندهم قدموا لنا فطور، حنا خدينا فطور فاسي وديال الاطفال، وخدينا بلدي. انا الصراحه عجبني فطور بلدي، تبارك الله عندهم كلشي زوين. الصراحه تبارك كلشي زوين، عجبني الفطور ديالهم نقي، وزعما غادي يعني اللي جا هنايا غادي يعجبو الصراحه. حتى بالنسبه للاكل يعني اي حاجه بغيتو كاينه، يعني عندهم داكشي متنوع الصراحه تبارك. وفرجة ممتعة، ونتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وديروا لي اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف من اعماق القلب. دابا راه غادي يحطوا لنا الفطور. عجبني الخبز ديالهم بزاف بزاف، يعني ما تشبع يعني ما تشبعوش منه، في واحد النكهة غزالة بزاف. المهم تشاركنا حنا الفطور، كل واحد كي كياخذ من الفطور ديال الاخر. المهم شاركنا الفطور، المهم كلشي زوين تبارك الله، فرجة ممتعة للجميع. أراها المغرب الفاتن فيه الحب والخطر، أراها المغرب المعشوق إن المغرب القدر، أراها المغرب الفاتن فيه الحب والخطر، أراها المغرب المعشوق إن المغرب. احنا دابا هنا خارجين غادي نمشيو ان شاء الله للدار، ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف للدعم ديالكم والمتابعه ديالكم. كنشكركم من كل قلبي، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. راح القلب يسالني ام سحر. تفضل على exclusivenow.com.